لا تفرح كثيرا بقدوم المغتربين لتمضية الأعياد في لبنان، ولا حتى بزحمة المطار ولا حركة الوافدين، فعلى الرغم من الزحمة الكبيرة الأجواء مخيبة للآمال. ضربت الأسداس بالأخماس. وفق معلومات لبنان ديبيت، هناك فرق بين المغترب الذي يأتي في فترة الأعياد وبين السائح الأجنبي أو العربي. استكشف مصادر سياحية أنه في فترة الأعياد يأتي المغتربون لزيارة عائلاتهم المتواجدة في لبنان، فهم يأتون إلى لبنان لتمضية فرصة الميلاد ورأس السنة، ولكن هذا العام الوضع مختلف كلياً، العين نحو الجنوب والوضع الأمني في لبنان. المصادر فندت الفرق بين المغترب والسائح، فالأخير يضطر لأن يحجز في فندق ويستأجر سيارة ويكون لديه مخططا سياحيا لزيارة الأماكن السياحية والملاهي، أما اللبناني الذي يأتي بالمهجر فيجلس في منزله، وبالتالي طبيعة الإنفاق تختلف بين السائح والمغترب بشكل جذري. يتخوف بعض المغتربين من السفر إلى لبنان، فعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المناطق التي رصدت فيها أجواء العيد الباهتة على جولة صحفية عديدة مثل صيدا، التجار يلتقطون أنفاسهم بعد الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة والتي أثرت سلبا على حركة الأسواق. وليزيد الطين بلة، جاءت أحداث الجنوب وباتت بوابته بلا أعياد. وفي بيروت نبض البلاد، رفعت شجرة ميلاد كعادتها كل عام، ولكن استغرب المغتربون من غياب الزينة في الأسواق التجارية لتكون أصعب تجربة بعد عام 2021 تفشي وباء كورونا. اقتصاديا، تعلن المصادر أن قدوم المغتربين يشكل نعمة، لا سيما أن أجزاء كبيرة منهم يحملون معهم الكاش والفرش دولار إلى أهلهم في لبنان، بعدما تراجعت ثقتهم بالمصارف والتحويلات المالية من الخارج أصبحت مكلفة لأنه يتم الاقتطاع منها بنسبة كبيرة، وبالتالي هذا الأمر يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية. ولكن بحسب الأرقام يصل إلى مطار بيروت كل يوم بنحو 10,000 وافد، هذا الرقم مقبول جدا، إنما في المنطق العام لبنان لا يستفيد بشكل جدي من الوافدين السياحيين أو من هذه الحركة للكثير من الأسباب، لا بنى تحتية قادرة على استقبالهم، انعدام الكهرباء والمياه، عنصر مستجد وهو تراجع الأمان وزيادة معدلات الجرائم والسلب، فكل هذه المواضيع تخيف المغترب والسائح، وهذا طبعا بالإضافة إلى خطر الحرب المندلعة في جنوب لبنان والتي توحي بكل لحظة أنها ستتوسع على الأراضي اللبنانية.